أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 21 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، اليوم ده هيكون مليان جدا بالأحداث الحلوة واللي هتبقى مثيرة جدا جدا للاهتمام ليك اليوم ده. بيتعين عليك أيضا إنك تقوم بإنك تسوي الخلافات اللي هتكون نشأت بينك وبين حد من زملائك النهاردة في الشغل، خاصة خلال الأيام اللي فاتت هتكون في نقاش شد ما بينك وبين أحد زملائك النهاردة. بنصحك إنك تسويه وتتخلص من الخلاف ده. ممكن يتعلق الخلاف ده بحياتك الشخصية حتى أو حتى بأسرتك بالتحديد، فحاول إنك تحل الوضع قبل ما يتفاقم. ممكن تفضل إنك ترتاح في نهاية اليوم بعد ما تنتهي من كل الأشغال اللي كانت بتشغلك، فاليوم ده هيكون فيه أحداث كتيرة جدا جدا وهتكون فيها أحداث مثيرة أيضا. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، باتت مطالب حبيبك النهاردة بتشكل عبء كبير جدا، لأنه هيبقى متطلب جدا جدا، ممكن طلباته تكون بترهقك نفسيا وماديا. فالنهاردة هيكون في وضع قوي ما بينك وبينه، ممكن تكون حابب انك توضع حد للمصاريف الزيادة عن اللزوم علشان ما تكترش بعد كده زيادة عن اللزوم. فبفضل النهاردة انك تلاقي حل وسط للموضوع ده وما تخسرش شريكك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بينصب اهتمام كبير جدا جدا على مشروعك اللي هيكون خلاق جدا وفني اكتر وفي ثقافة كتيرة جدا جدا. ممكن تتقدم عرض النهاردة هيكون فيه ابراز كبير جدا لكل انواع الكفاءات وكل انواع المواهب اللي بتضم شخصيتك لليوم ده، فخليك مستمتع بيها واستفاد من اليوم ده حلو جدا. بالنسبة ليك صحيا، ما تدعش الافكار اللي هتكون متشائمة انها تسيطر عليك ولا على تفكيرك، لانه ممكن تسيطر الأفكار السيئة دي يديك نتيجة مرضية وهتكون مفاجأة جدا ليك، وإنك تمشي في أفضل الحلول النهاردة علشان تتروح عن نفسك أكتر، فده ممكن يكون بفيدك. فاستغل اليوم ده أكتر علشان تريح نفسك وما تخليش التشاؤم يتملك منك. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 24 أكتوبر ل 3 نوفمبر، التركيبة العالمية النهاردة ليك هتشجعك كتير جدا لو حبيت إن يبقى فيه حوار أو حتى نوع من المفاوضات أو حتى لباقة دبلوماسية. أنت هتتمتع بالتلاتة دول من غير ما تفرض أي وجهات نظر لأي شخص النهاردة. المناخ هيكون متفجر جدا وفي أجواء كتيرة جدا هتحصل، وهيكون في تأجيل شوية للنقابات النهاردة، وهيحصل شوية انفصالات عن مشاريع كانت قبل كده أو عن أشخاص. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 نوفمبر ل 13 نوفمبر، انت بحاجة انك تفكر كويس في نفسك وتتوقعاتك حتى وطريقة تحويل فكرة جديدة النهاردة لنتيجة ملموسة اكتر. ودايما بالنسبة لك هتتميز اكتر بموقفك بوضوح، وهتتغلب بشجاعة اكتر على كل انواع العقبات اللي انت بتمر بيها، وهيبقى في وضوحك مفيد جدا ليك علشان تستغله وتستغل افكارك النهاردة. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة مواليد 14 نوفمبر ل 22 نوفمبر، انت بتبتعد عن كل انواع الاثارة وهتسعى وراء اهدافك الشخصية بتكتم اكتر وفعالية اكتر. انت هتبقى محق في انك ما تورطش في نزاع النهاردة هيحصل او حتى حديث مزيف ممكن انه يحصل. هتعد كل انجازاتك النهاردة بانها هتكون قوية جدا بشكل خاص ليك، وهتعرف تستفاد منها استفادة كبيرة جدا جدا، فخليك مستعد لكل انواع الاثارة اللي انت ممكن تمر بيها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، مع وجود عطارد في الجانب التحدي البسيط لنبتون اليوم ده، ممكن نكافح شوية مع تصوراتنا لليوم، ممكن اننا نخيم عليها في التمانينيات اليوم ده، وهنميل لاننا نفضل احلام اليقظه اكتر واننا نفكر تفكير ابداعي اكتر من اننا نتعامل مع كل انواع الحقائق والارقام. الموضوع ده الوقت فيه هيكون مثالي جدا علشان نطفي طابع رسمي اكتر على كل انواع الاتفاقات اللي بنمر بيها، لاننا ممكن ما نوليش اهتمام ويكون الاهتمام ده وسيط جدا للتفاصيل، ممكن ما نعبرش عن انفسنا اكتر ولا حتى يكون بوضوح التعبير ده. هيقرا كل الاشخاص اللي حوالينا رسائلنا وهتكون جيده جدا. بيستمر القمر في انه يعبر الميزان في الصباح وهيدخل في برج العقرب في الصباح،
قمر العقرب هيقضي النهاردة وهيكون مكثف جدا وذكي جدا، وهنرى مزيد من الطبقات في الموقف ده، وهنبحث عن مزيد من المعاني والتحديات في حياتنا. وهيدخل القمر في الصباح لبرج العقرب زي ما قلنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.